وينضم إلينا عبر سكايب إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية من نيويورك. أستاذ إدموند، برحب بحضرتك. ومن وجهة نظرك، لماذا تعجل ترامب بطلب المناظرة مع بايدن؟ أعتقد أن الرئيس السابق بايدن يعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب له الآن بأن يتحدى الرئيس بايدن للمشاركة في مناظرة ضده. وبالتالي على الرغم من أنه هو كان قد رفض الدخول في مناظرات مع المنافسيه من الجمهوريين في السابق، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب كان يعتقد بأنه هو من الأفضل له ألا يدخل في مناظرات مع المرشحين الجمهوريين، وذلك لأنهم كلهم كانوا سيركزوا يعني ضرباتهم عليه، وهو هذا ربما قد يضعفه في خلال مرحلة الانتخابات التمهيدية، وخاصة أنه أيضا كان يواجه إدانات واتهامات من عدة محاكم في الولايات المتحدة. ولذلك هو فضل ألا يدخل في المناظرات، وفعلا يبدو أن استراتيجيته هذه قد نجحت، فهو استطاع أن يتخطى كل منافسيه، وآخرهم كانت نيكي هيلي التي أعلنت اليوم بأنها قد ستعلق حملتها الانتخابية. هو ربما يعتقد بأن الرئيس بايدن قد يكون الآن يعاني من بعض المشاكل في القدرة على التعبير أحيانا أو اختيار الكلمات المناسبة، ولذلك فهو يعتقد بأنه سيستطيع توجيه ضربات قاسية إلى الرئيس بايدن، وسنرى إذا كان بايدن فعلا سيقوم بقبول مثل هذه المناظرة. حتى الآن الرئيس بايدن قال بأن الرئيس ترامب ليس لديه ما يعمله، ولذلك يتحدث ويريد أن يقول بأنه سيدخل في مناظرة أو يريد مناظرة. أعتقد أنه إذا ربما سيحاول عدم الدخول بها، ولكن إذا استمر التحدي فأنه قد يواجه ضغوط متزايدة للدخول في مناظرة مع ترامب. نعم سيد إدموند، يعني بعد فوز ترامب بسباق الثلاثاء الكبير، هل يحصل على أصوات منافسته هيلي بعد أن يعني أنها يعني خصوصا أنه فاز عليها في هذه في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الكبير، وهي أيضا قد تعلق من حملتها الانتخابية؟ هي فعلا علقت حملتها حتى الآن، وقالت أنها تتمنى الأفضل للرئيس السابق وأي شخص يصل إلى هذا المنصب، منصب رئاسة الولايات المتحدة، ولكن أعتقد أنها هي ستحاول الاحتفاظ لنفسها بموقع داخل الحزب الجمهوري، وخاصة أنها حصلت على بعض المندوبين وهزمت الرئيس أيضا في على الأقل في ولاية واحدة، هزمت الرئيس السابق. ولكن أعتقد أن معظم الذين انتخبوها هم خصوم ترامب، ولذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على ترامب حصول داعميها، لأن بعض هؤلاء كانوا دعموها حتى اللحظة الأخيرة، وجزء ممن صوت لها كانوا من الديمقراطيين الذين يريدوا هزيمة ترامب، ومن بعض المستقلين الذين يميلوا أيضا باتجاه الديمقراطيين، ولذلك لا أعتقد أنها هي ستكون قادرة على لعب الدور الذي كانت تأمل به، والبعض كان لا يزال يعتقد بأنه ربما قد يختارها لتكون نائبة رئيس، ولكنني أستبعد ذلك كثيرا بسبب الهجمات التي شنتها عليه، وأيضا لأنها هي استمرت حتى عندما بدأت بعد الانتخابات الأخيرة وخسرت كل المعارك حتى ذلك الوقت، فأنها استمرت في شن هجمات عليه، وهو أيضا يعتقد بأنها هي بعد أن عينها سفيرة في الأمم المتحدة وبدلا من أن تكون من الداعمين له قررت أن تنافسه وتشن هجمات عليه،
علما أنه هو يعتقد أنها لن تساعده كثيرا، ولكن اختيار امرأة ربما من الأقليات، ربما هذه نقطة مهمة جدا، وقد نرى أو رجل حتى من يمثل مكونات الأقليات في الولايات المتحدة، ربما هذا قد يكون أحد الخيارات أمام بايدن لتوسيع قاعدته الانتخابية وللفوز في الانتخابات القادمة. أشكرك إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من نيويورك.